أبو محمد، يعني هل أنت راضي عن هذه الأرقام؟ سلمت أبو فيصل. والأرقام هذه إن شاء الله أنا راضي عنها في هذا المرحلة، لكن حن يعني بعد سنة أو سنتين أو ثلاث ما حد يرضى عنها في القطاع التعاوني بشكل عام، لا في الجمعيات. القطاع التعاوني ثلاث مستويات، لا في الجمعيات التعاونية اللي نسميها قطاع تعاوني أو تعاونيات، ولا في المجلس اللي يمثل الاتحادات في الخارج، ولا في الوزارة اللي تقود هذا الأمر. طيب متى كلنا متفقين على عدم الرضا؟ جميل. متى تتوقع أنه تكون راضي؟ رضانا تحقق في الوزارات اللي مكنت في القطاع التعاوني، تحقق وبتفوق في الوزارات اللي مكنت. إذا أنتم مرتبطين، نجاحكم مرتبط بتعاون بتمكين الجهات الأخرى. بتمكين الجهات الأخرى. الآن بدت الوزارات، يعني مثلا في أزمة الغذاء في كورونا، أثبت القطاع التعاوني أن بالتمكين ينجح في توفير الغذاء الآمن.